إسرائيل تحتج على قرار البرلمان البولندي بتأييد حظر ذبح المواشي وفقا للشعائر الدينية. وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تتردد في استدعاء سفير البولندي في تل أبيب، معتبرة أن قرار النواب سيحرم اليهود المقيمين في بولندا من ممارسة إحدى الشعائر المقدسة والتي لا يمكن الاستغناء عنها. الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية قال: صدمنا لقرار البرلمان البولندي الأخير بحظر ذبح الحيوانات وفقا للشريعة اليهودية. كنا نعتقد أن الحياة اليهودية جزء لا يتجزأ من التاريخ البولندي منذ وقت طويل، والآن سيتم منع اليهود من أداء أحد أهم وأقدم شعائرهم. اعتماد قانون حظر ذبح المواشي وفقا للشعائر الدينية سيساهم من تراجع صادرات صناعة اللحوم ب 400 مليون يورو. هذا يمثل ضربة للاقتصاد البولندي. طبعا لن ينظر إلى تأثير القرار غدا أو الأسبوع المقبل، ولكن سنشعر بما سيترتب عنه خلال 6 أشهر أو بمرور سنة. وقد سبق للمحكمة الدستورية في بولندا وأن أعلنت في تشرين 2 نوفمبر الماضي أن طريقة ذبح المواشي وفقا للطقوس الدينية تتناقض مع الدستور.